نسمع رأي أشقائنا في المغرب، السيد حمزة شتيوي الصحفي بجريدة هسبرس المغربية. يا مساء الخير ويا أهلا وسهلا بيك معنا في السادسة، برحب بيك على شاشة الأهلي. مساء النور عزيزي أحمد، مساء النور لكل مشاهدينا الكرام، للأشقاء الأعزاء في مصر وخارج مصر، ولكل متابعينا العرب، وشكرا لك كابتن أحمد على هذا التفاعل. خليني أتكلم قبل ما أروح لمواجهة بكرة، إحنا بنراهن يعني بنراهن عليكم جدا بكرة إن شاء الله، قدام بلجيكا قدها وقدود وتقدروا تعملوها، لكن خليني أخد رأيك في المواجهة الأولى، إزاي شفت المباراة الأولى اللي جمعت بين المغرب وكرواتيا، وخصوصا إن كرواتيا واحد من الفرق الثقيلة في البطولة، وصيف النسخة الأخيرة من كأس العالم، بيضم عدد كبير جدا من الأسماء المميزة، لعيبة كبار، ورغم كده نجح المغرب في الخروج بنتيجة إيجابية أمام كرواتيا. تقييمك للمباراة، وإزاي شفت كمان قدرة وليد الركراكي المدير الفني على قيادة أسود الأطلسي في المباراة؟ أكيد أنا لو سألتني على رجل هذه المباراة قد أقول ياسين بونو حارس مرمى المنتخب المغربي، وأقول وليد الركراكي مدرب المنتخب المغربي، وكذلك المجموعة ككل، مجموعة المنتخب المغربي في هذه المباراة. لماذا؟ لأنه نعلم على أنه كرواتيا وصيف بطل العالم، نعلم كذلك قيمة المنتخب الكرواتي وتألقه على المستوى الأوروبي في الفترة الأخيرة، الاستقرار الفني الذي ينعم به المنتخب الكرواتي من زمان، وكذلك الأسماء الرنانة المتواجدة في كتيبة المنتخب الكرواتي. كل هذا الأمر يقابله في الجهة المقابلة أول مباراة رسمية لوليد الركراكي المدير الفني للمنتخب المغربي، أمام من؟ أمام منتخب كرواتيا، وفي بطولة كبيرة من حجم كأس العالم. تكتيكيا أو على طريقة اللعب، أعتقد أن وليد الركراكي نجح وتفوق على المدرب الكرواتي زلاتكو في هذه القمة الكروية، ولعب المباراة بالطريقة التي كان يريدها وليد الركراكي، هذا من جهة أولى. من جهة ثانية حتى المجموعة، شفنا المنتخب المغربي كمجموعة متناغمة منسجمة، خاصة عند فقدان الكرة كانوا يربكون أو يعني يفرملون حركة المنتخب الكرواتي، تم إغلاق جميع المنافذ سواء على وسط ميدان المنتخب الكرواتي الذي يعتبر متميز جدا بقيادة الأنيق لوكا مودريتش، ومع ذلك المنتخب المغربي لو يعني كان محظوظ شوية على مستوى النجاعة الهجومية كان ممكن يخطف هدف الانتصار. ما كان الحال، مباراة كبيرة للمنتخب المغربي، نقطة ثمينة أمام منتخب كرواتيا، وغدا إن شاء الله مباراة أخرى أمام منتخب بلجيكا، منتخب الشياطين الحمر، على أمل تحقيق انتصار إن شاء الله، إذا ما تحقق سيسعد الشعب المغربي والشعب العربي. بس خليني قبل ما أروح معك لماتش بكرة، أنا يعني هكلمك بمنتصف ده إحساس شخصي أو وجهة نظر شخصية، أنا حاسس إنه المغرب عندها كمان، يعني أنا عارف طبعا كل التقدير والاحترام لاسم المنتخب الكرواتي واسم النجوم، المنتخب مدجج بالنجوم على أعلى مستوى، بس أنا شايف إنه منتخب المغرب إمكانياته قدراته العناصر اللي بيضمها تقدم كرة أفضل من كده، حاسس إنه المغرب محتاج يعني أكتر، وأنتظر إنه ده يحصل بشكل تدريجي في الماتشات اللي جاية، مش عارف تتفق معايا ولا تختلف، بس أنا شايف المغرب ما ظهرش بكامل قوته حتى اللحظة. أكيد هي هناك بعض الآراء تحدثت عن هذه النقطة، لكن أنا بصراحة عزيزي أحمد أرى يعني لا أتفق تماما. أنا أقول أن المنتخب المغربي من زمان كان لديه الأسماء، وكان دائما يجد مشاكل في المجموعة، كان منتخب متفكك، وأنت تتذكر على سبيل الذكر للحصر بطولة إفريقيا في مصر، خرجنا من الباب الخلفي أمام منتخب بنين، منتخب متواضع. كأس إفريقيا الأخيرة في الكاميرون كذلك غادرنا من الباب الخلفي أمام منتخب مصري ربما أضعف إن صح التعبير، أضعف نسخة من منتخب الفراعنة في الكان الأخير، لا أقول الأضعف ولكن لم يكن منتخب مصر في القمة، ومع ذلك المنتخب المغربي خدمه سيناريو المباراة ولم يقدر على الانتصار. اليوم مع وليد الركراكي في أول مباراة رسمية، على الأقل أن تتواجه كرواتيا كيفما كان الحال، المنتخب الكرواتي لديه الأسماء، اليوم منتخب بولندا لم يقدم الشيء الكثير أمام المنتخب السعودي، لكن الخبرة جعلته ينتصر. هناك بعض المنتخب بلجيكا كذلك أمام كندا لم تقدم الشيء الكثير، لكن الخبرة والتجربة جعلتهم ينتصرون. فوليد الركراكي لما جاء للمنتخب المغربي عزيزي أحمد، لأول مرة منذ سنوات هناك شبه إجماع على اللائحة التي تم استدعاؤها إلى قطر، رغم أنه جاء قبل اللائحة فقط بشهر أو يعني إلى اليوم لديه 3 أشهر على رأس العارضة الفنية للمنتخب المغربي. ذهب إلى إسبانيا واختار معسكر ممتاز وواجه منتخبات قوية، تشيلي وباراغواي، انتصر على تشيلي وتعادل مع باراغواي، ثم حتى الأسماء الجديدة التي تم استدعائها. اليوم وليد الركراكي يستدعي أسماء، لاعب بلال خنوس عمره 18 سنة، وليد شديرة المهاجم باري من السيري بي
في 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 إيطاليا، ومع ذلك هناك إجماع من الشارع الرياضي، والشارع الرياضي المغربي يتابع الأمور بدقة ويتابع تفاصيل التفاصيل، فمن الصعب أن يكون راضي على لائحة ككل، لكن مع وليد كان شبه رضا أو يعني إجماع كبير من الشارع الرياضي. مع كرواتيا كان هناك تحفظ لأنه كان يخشى يعني من قيمة المنتخب الكرواتي، والمنتخب الكرواتي كان قريب يهز شباك الأسود لولا براعة أفضل حارس في الليغا الإسبانية المتوج بجائزة زامورا، أو خليني أقول الأسد ياسين بونو، أو كما نقول بالمغربية السبع ياسين بونو في تلك المباراة. طيب منتخب البلجيكي منتخب تقيل، وهو منتخب مرشح على الأقل بالوصول لدور الثمانية أو دور الأربعة، لكن زي ما بيقولوا الفرنساويين يعني ديجا فيو، قبل البطولة مباشرة كانت مواجهة بين المنتخب البلجيكي والمنتخب المصري اللي مش في أفضل حالاته زي ما أنت قلت، ونجح المنتخب المصري في أنه يقول كلمته ويفرض أسلوبه ويفرض أدائه وينجح في الفوز على المنتخب البلجيكي بنتيجة 2-1. هل الفريق أو المنتخب المغربي قادر على فعلها بكرة إن شاء الله قدام بلجيكا؟ أكيد هو على مستوى القدرة قادرين بإذن الله، أنا أقولها يعني من الآن، المنتخب المغربي قادر على أن ينتصر على المنتخب البلجيكي ويحقق ثلاث نقاط ثمينة وستكون تاريخية بإذن الله، لكن يجب أن لا ننسى أنه حتى المنتخب البلجيكي لا روبرتو مارتينيز المدير الفني ولا إيدن هازار اليوم في المؤتمر الصحفي كذلك أكد على أنه هم يعلمون يقينا أنهم لم يقدموا الصورة التي ينتظرها منهم الشعب البلجيكي، فالمنتخب البلجيكي نفسه يبحث عن انطلاقة، أي نعم انهزم وديا أمام المنتخب المصري، تواضع أداؤه وكان قريبا من الهزيمة أمام منتخب كندا في الجولة الماضية، لكن أنا متأكد جدا وحتى من خلال تصريحات وليد الركراكي سيواجه بلجيكا وكأنه سيواجه تلك النسخة البلجيكية التي احتلت المركز الثالث في مونديال روسيا 2018، حتى لا يتسرب ذلك التراخي للاعبي الأسود، وأنا أقول على أن هذه المباراة ستلعب بتكافؤ كبير وكبير جدا، منتخب بلجيكا تتحدث عن كيفن دي براين، تتحدث كذلك عن إيدن هازار، تتحدث ربما عن لوكاكو قد يكون حاضر، ما زال هناك شكوك حول إمكانية حضوره في هذه المباراة، عن كورت وما أدراك ما كورت وبرج بروكسل العظيم الذي سيكون بين الخشبات الثلاث، هي مباراة متكافئة إلى حد كبير، ولكن هناك تفاؤل ومتفائلين إن شاء الله نحقق انتصار، لأنه كما تفضلت أنت في بداية الحلقة عزيزي أحمد، المنتخب المغربي منتخب المواعيد الكبرى في جميع الكؤوس العالمية يقدم أداء كبير. وأنا رهاني على المغاربة الأشقاء في المغرب كبير جدا، بس خليني أقف مع الحالة اللي حصلت في نسخة كأس العالم قطر 22، يعني أعتقد ويمكن دي تكون بتساعد المنتخبات العربية والأفريقية إلى حد كبير، نتائج يعني نتائج كتير البعض يراها مفاجأة، وأنا أراها الحقيقة أنه الكرة دايما بتعطي لمن يستحق، يعني أنا شفت الحقيقة منتخبات كانت بره الحسابات، كانت بره المعادلة أمام الكبار وأمام المرشحين، واتضربت بده مثال منتخب إكوادور الحقيقة اللي جاي من بعيد جدا، والبعض توقع أنه يكون خروجه سريع جدا من المجموعة الأولى، لكن الحقيقة قدم نفسه منتخب عنده شخصية ومنتخب عنده عناصر جيدة جدا. منتخب السعودية طبعا بالمباراة العظيمة اللي لعبها قدام الأرجنتين، واحد من الفرق المرشحة لللقب. المنتخب الياباني أمام المنتخب الألماني أيضا واحد من المرشحين لللقب. النهاردة الحقيقة إيران الحقيقة بعد هزيمة ساحقة تقدر ترجع مرة تانية وتكسب ويلز 2-0. الولايات المتحدة الأمريكية وهي مش دولة كبرى يعني في كرة القدم، لكن الحقيقة قدمت عرض قوي جدا وكانت من وجهة نظري الأفضل أمام المنتخب الإنجليزي العتيد، وهو واحد من المنتخبات المرشحة. كل ده بيصب في فكرة أنه الكرة لا تعترف بالأسماء ولا تعترف بالفوارق ولا تعترف بالتاريخ ولا تعترف بالقيمة التسويقية. إزاي ممكن المغرب يراهن على ده، أو وليد الركراكي تحديدا يراهن على ده في مباراة بكرة وفي المباراة الأخيرة أمام كندا، والحقيقة المنتخب الكندي كمان واحد من المنتخبات اللي ظهروا بشكل، المنتخب الكندي واحد من المنتخبات ظهروا بشكل جيد جدا في البطولة. أكيد، ويعني وأزيدك يعني من الشعر بيت، بالأمس أنا تابعت مباراة أمريكا وإنجلترا، تفاجأت من الأداء الرهيب للمنتخب الأمريكي، كيف يصنعون اللعب بتلك السرعة وبتلك الأناقة وبتلك الثقة وبتلك الشخصية أمام منتخب الأسود الثلاث. أنت أكيد على صواب في رأيي 100%، هناك منتخبات جاءت من بعيد بتواضع كبير لكنها نفضت غبار التواضع وأكدت أحقيتها أمام الكبار، فهذا إن دل على شيء إنما يدل على أنه كرة القدم أصبحت يعني هناك تكافؤ كبير، الفريق أو المنتخب ما يرجح كفة منتخب أو آخر بعد الموهبة والأثناء الموجودة، التركيز
وكذلك الحضور البدني والرغبة القوية في الانتصار. اليوم مثلا منتخب السعودية انهزم أمام بولندا، لكن كثيرون ينوهون بذلك الأداء الرهيب للأخضر السعودي وتلك الرغبة الكبيرة. فالمنتخب المغربي ما أتفهمه وما نستبشر به خيرا هو أن المدير الفني من المدربين الذين يعرفون كيف يضبطون الإيقاع ويشحنون الهمم في مستودع الملابس. مدرب ذكي جدا يعرف كيف يشحن اللاعبين، وأنا يذكرني حتى بطريقة حسن شحاتة مع منتخب الفراعنة لما صنع جيل ذهبي وحقق بطولات كبيرة وكان يعني من المدربين اللي يحمسون بطريقة رائعة. فأتمنى صادقا إن شاء الله أن هذه الأمور تثمر انتصار أمام بلجيكا أو انتصار أمام كندا وفي الأخير بطاقة عبور إلى الدور الموالي. وكما قال وليد الركراكي، لو تأهلنا إلى الدور الموالي سنكون خصما عنيدا لجميع المنتخبات المشاركة. كل التوفيق ليكم بكرة إن شاء الله، والمباراة كمان اللي بعدها، ورهاننا كبير على المنتخب المغربي إن شاء الله يشرف الكرة الأفريقية والكرة العربية ويقدر يتأهل عن مجموعته، فرصه كبيرة جدا، ونتمنى إن شاء الله بإذن الله أنه يقدر ياخد بطاقة التأهل ويواصل المشوار. الفكرة مش قصة التأهل بس عن المجموعة، نتمنى كمان أنه واحد من الفرق العربية والأفريقية تواصل المشوار على الأقل للثمانية الكبار. بشكرك شكرا جزيلا، وإن شاء الله يعني مكالمتنا اللي جاية نكون بنحتفل الحقيقة بإنجاز للكرة المغربية يشرف فيه الكرة العربية والأفريقية. حمزة شتيوي صحفي بجريدة اسبريس المغربية.